اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. هذا مش درس من دروسي. الان انا راح اعرض عليكم ماده موجوده على انريل انجن ماركت بليس. ممكن تشتري هاي الماده وتضيف حركه جديده على اللعبه تبعيتك، اللي هي حركه واحده بس، عباره عن داش تختفي تروح بتنط. هاي كل الحركه، لكن راح اعرض شوي المواد. بدي انبه على شغله مهمه، امتلاك هذا النوع من المواد ممكن ياثر على المعالج وعلى كرت الشاشه، يعني ممكن تكون اللعبه ثقيله على بعض الاجهزه لما تحط فيها خواص بالانيميشن والاناره والاشياء اللي بتطلع وراها في اف اكس. هاي المواد بتاثر على لعبه تبعيتك، يعني راح يكلفك الموضوع شوي. خليني اعرض شوي عليكم المواد وهسه بورجيكم الملف تبعها. الان الماده بكل بساطه عباره عن حاط لك اربع حركات في كل صفحه، تضغط رقم واحد تعطيك حركه، اثنين، ثلاثه، اربعه، بتاخذ واحده منهم وتضيفها على لعبه تبعيتك. خلينا نشوف واحده جميله جدا، لكن صراحه انا ما بحطها بلعبتي، يعني شوف ما احطش اشياء زي كذا لاني انا عارف انه راح تكلف كثير وترفع درجه حراره السي بي يو والجي بي يو وكل الاشياء راح ترفع حرارتها، فبحب اتجنب استخدام هذا النوع من المواد. خلينا نشوف كمان هاي، في عندنا هون مواد ثانيه. لاحظ حتى مع ان كمبيوتري قوي جدا، لكن بلاحظ انا بعض التعليقات اللي بتصير. تمام، في عندنا كمان هاي، هاي الصراحه اوكي. هذا الجميل فيها انها بسيطه، ما فيها كثير اشياء بتطلع. هذه لا كثيره. تمام، طيب خلصناهم هيك. الان حاول اذا عجبتك الماده هاي ممكن تجيبها، راح تلقاها موجوده على الانريل انجن ماركت بليس اسمها ادفانس داش في اف اكس باك، مجموعه من الداشز اللي بتستخدم الفي اف اكس. سعرها 59 $60. لو حكينا في واحد اشتراها للان، الماده هاي يعني ما صار لهاش اسبوعين تقريبا صار لها اسبوعين نازله على المتجر. الماده جميله جدا، استخدم واحده منها وحاول تستخدم اخف شيء موجود حتى ما تاثر على لعبتك. ناخذها نصيحه، واذا عندك طريقه انك تسهل من العرض فيدني عادي، بستفيد منك. يلا يعطيك العافيه، مع السلامه، باي باي.